الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، القائل في مجال الزواج أحاديث كثيرة في الحض عليها، ومنها عندما قال عليه الصلاة والسلام: الزواج سنتي، فمن أعرض عن سنتي فليس مني. وبهذا نصلي ونسلم ونكرر الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم، الذي رفع هذا الزواج وجعل منه الأسرة المتمكنة، الذي أحكم بناءها وغرز لبناتها وجعلها سنة مشرفة بين الأمم. بها أحكم الأسر ورفع أسوارها وحفظ الأعراض وشرفها. إخواننا الحضور، حبايبنا، أقاربنا، لقد جاءكم الحاج عبد اللطيف أبو سمير وأبنه سمير وأولاده جميعا، والعريس محمد، كما جاءكم الحاج وجيه أبو العبد وإخوانه وأبنائه جميعا، والحاج أبو إياد، جاءوكم في هذا اليوم الميمون المبارك لنحتفل معا ونهنئ بعضنا البعض معا في عقد قران الشاب المحترم محمد سمير على صاحبة الصون والعفاف روان بسيط، متمنين من الله عز وجل أن يديم المحبة بينهما، وأن يكون هذا العقد فاتحة خير لهما. ولا نقول لهما في نهاية هذه الكلمة إلا كما قال رسول الله: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير إن شاء الله. ومبارك للجميع لآل حمد الكرام هذه المناسبة الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله، والفاتحة على نية النجاح والتوفيق. Oh.
عمرك يا زاد فيها. بل وارد